هذا وقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن إعجابه بحجم الأبحاث التي أجرتها مملكة البحرين، والذي يؤكد قدرة المملكة على مشاطرة خبرتها في هذا الصدد على المستوى الإقليمي والعالمي. كنت منبهرا بعدد الأبحاث التي أجريت لفهم فيروس كوفيد، وأتمنى بأن يمكن أن تشارك هذه الأبحاث على المستوى الإقليمي والدولي. ثالثا، نسعى لالتزام البحرين بتعزيز الأمن الصحي وطنيا، وبناء على خبرتها الآن ويمكن للبحرين أن تشاطر خبرتها على المستوى الإقليمي والعالمي. وخلال جمعية الصحة العالمية في مايو اتفقت الدول الأعضاء على عقد جلسة خاصة للجمعية للنظر في وضع معاهدة دولية بشأن التأهب للوباء والاستجابة لها، وكانت إحدى الثغرات الرئيسية التي تم الكشف عنها خلال هذا الوباء هو الافتقار إلى التضامن والمشاركة الدوليين، تبادل البيانات العوامل المسببة للمرض والمعلومات الوبائية والموارد. فيمكن لمثل هذه المعاهدة أن تعالج هذا الضعف الأساسي من خلال توفير أساس متين لتعزيز التعاون، ونحن نسعى لنيل دعم البحرين لهذه المبادرة المهمة.